تحية طيبة أيها الأخوة المشاهدون الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامج منبر المواطن. من أجل المساهمة في تنفيذ السياسات الوطنية للتشغيل وضمن إطار تشاوري بين مختلف الفاعلين من منظمات مهنية لأرباب العمل والمجتمع المدني، تم إنشاء الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. فبعد سنوات من العمل الجاد كما يصفه البعض، استطاعت تنفيذ برامج لصالح الشباب، حيث منحت القروض الميسرة وكونت العديد منهم، وكانت حلقة وصل بينهم وبين المشغلين. بدأ أعزائي المشاهدين أنها إجراءات ظلت قاصرة عن مواجهة الانتشار الواسع للبطالة في صفوف الشباب من حملة الشهادات وغيرهم، إذ تتكدس الملفات ويتردد أصحابها زمنا طويلا دون أن يلمح أحدهم أي إشارة أمل تمكنه من الانتظار أو الصبر على واقعه الذي يتوجب على الوكالة تغييره في حدود الممكن والمقدور عليه. فما الذي حققته الوكالة إذن؟ وما الذي قدمته من تسهيلات للشباب؟ وهل كان عملها وما تقوم به وفق رؤية واضحة تخطيطا وتنفيذا، أم أن الارتجالية كانت حاضرة؟ أسئلة ضمن أخرى أحاول طرحها على ضيف هذه الحلقة من برنامج منبر المواطن، الأستاذ بيت الله الأحمد الأسود، وهو المدير العام للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. مرحبا بكم. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. مرحبا. كما أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام، أبدأ بآراء المشاهدين الكرام حول الوكالة الدفعة الأولى طبعا من آراء المواطنين، ثم نعود لنبدأ. الوكالة عندها ياسر من الدعم للشباب، ياسر مشي شباب راهم هون ياسر حمادة الشهادات، ولا معروف لهم شيء. الصغار اللي قاعد عندهم 18 سنة وتكاد كاد انه المتريز راهي هون يكوس، معناها قاعد الناس الكبار من ذاك ما جابت الكزانة. الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ما قطرينا لها شيء، سوى شنو؟ لا سامعين بيوتو، يقولون عندها تمويلات غير تنعطى لا بمحسوبية بياسر من الامور. ياسر من الشباب هو مسجل فيها، قال ما قطرينا هذا الشيء، لا نسمعوا بالوكاله الوطنيه لتشغيل الشباب، ما عندها اي اثر، ما شفنا. وكاله تشغيل الشباب هذه حسب بعد اللي واضح لي انا فيها انها تمارس انها تفقد البطاله عن الشباب، هذا الشباب ياسر منه يعاني من البطاله، فيه اللي حمل الشهادات، فيه اللي قاعد ما عنده شهاده، دي وقف قرايس ولا بيدي ما جبر لهم مستقبل ولا شيء، وراجع مع الملا لان تعود تقوم بعملها بجد، وانها تحاول تقضي على البطاله في اللي قالوا الشباب. نعم، هذه الوكاله احنا سامعين بها وعمرها مازال مبكر، وعندنا فيها امل، عندنا فيها امال كبيره، وقايلين عنها الدور ان شاء الله هو تساهم في امتصاص البطالة إن شاء الله، ونأمل لها أمال كبيرة، وننتظر إن شاء الله ذيك الخدمة إن شاء الله اللي لا هي والله الفرص اللي لا هي إن شاء الله تتعدل للشباب. طالب من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب تعرف شنو الشباب اللي عطينا العمل وحملت الشهادات المفاصلة فيهم الدولة، ولا ما خارقة دولة صايبة عن شبابها، الله يعرفوا لهم شيء، يطرحوا لهم العين باط، عارفوا لهم شيء، عارفوا شيء الشباب عاطلين عن العمل، عدلوا اللي دورهم هم ان شاء الله، كانوا لا معدلين ويتم عدلوا ان شاء الله. بارك الله فيك. موجه رساله لمدير الوكاله الوطنيه لتشغيل الشباب عن صد شر الشباب العاطل عن العمل، ويحاول يدمجوا في الحياه العمليه، وعنه يحاول يأطروا، وكانوا قد استفادوا الدوله حالا فاصله في الشباب، ما خارقه دوله قد تنمى تزدهر بدون جهود الشباب. مرحبا بكم جديد. طبعا هذه الآراء سنناقشها بإذن الله في ضمن السياق العام لهذه الحلقة. بداية، وكالة وطنية، سنوات من العمل، واقع يشي بانتشار البطالة، ما الذي حققته الوكالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أشكر موريتانيا على الاستضافة الكريمة، وأشكركم على التقديم. الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب كما تفضلتم هي مرفق عمومي أنشأته السلطات العليا للبلد بوقت الحد من البطالة بصفة عامة، وبطالة الشباب بصفة خاصة،
وكما تعلمون ويعلم المشاهد الكريم فإن البطالة مشكلة عالمية، ليست موريتانية وليست عربية وليست إفريقية، بل هي موجودة في أقدم وأكثر الدول تقدما ونموا وازدهارا، لأن طبيعة الحياة البشرية تستدعي أن تكون هنالك أجيال. فأطفال اليوم هم شباب غد، والشباب غد هم قادة بعد غدين بإذن الله تعالى. والسنة من السنة الكونية أن تكون هنالك بطالة، لأن هنالك متطلبات في الحياة تستدعي دائما أن يكون هنالك التشغيل. والتشغيل كحق وطني لكل مواطن موريتاني وكل مواطنة موريتانية. لا شك أن البطالة تمثل تحديا، وهذا ما أدركته السلطات العليا، ولذلك تم إنشاء هذا المرفق العمومي الذي يقوم بدور الوساطة من أجل ترقية تشغيل الشباب، وهذا كثيرا من المشاهدين لا يدركونه. فالوكالة لا تشغل بمفهوم التشغيل المباشر، وإنما تقوم بدور ترقية وساطة التشغيل مع القطاع العام والقطاع الخاص. وأنتهز هذه الفرصة لأزف بشرى كما تقدمتم في النشرة الرسمية معالي وزير التشغيل والشباب والرياضة يوقع هذا المساء فرصة عمل كبيرة، 6000 فرصة عمل مع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين مشكورين، وبالتالي هذا جهد كبير يدخل في إطار توجيهات عامة لفخامة رئيس الجمهورية وضمن برنامج تعهداتي للسيد الرئيس محمد وللشيخ القزواني ولحكومة معالي الوزير الأول المهندس إسماعيل بدة الشيخ سيدية، لأن فخامة الرئيس تعهد في هذا البرنامج بخلق 100,000 فرصة عمل خلال 5 سنوات بمعدل 20,000 فرصة عمل. وسعيد جدا بأن أكون استضافتي هذه الليلة تأتي ساعات بعد توقيع معالي الوزير وأرباب العمل لهذه الاتفاقية التي ستوفر 6,000 فرصة عمل، ستتوفر المعلومات عنهم لاحقا بإذن الله تعالى. كما أثمن عاليا تشغيل 5,000 فرصة عمل في قطاع التعليم. وسأعود إلى الوكالة. الوكالة كمرفق مهمتها أساسا هي الوساطة من أجل ترقية التشغيل. استوقفت الوكالة ذكرتمها سيد المدير، وهي أن الوكالة أنها ما تشغل، أنها لا وسيط وسيط. لما البعض يقول انها عندها ميزانيه، انها عندها جبره ياسر من القروض، انها كذا. ما دامت لا وسيط وتوف، حتى اكمل اوضح فكره الوساطه. تفضل. انت كما قدمت في التقديم، الوكاله من خلال التشاور بين القطاع العام والخاص وارباب العمل ومنظمات المجتمع المدني هي كمرفق عمومي. هنالك صندوق للتشغيل في الوكاله، وهنالك برامج الوساطه. الوكاله من اجل القيام بمهامها تمارس 4 وظائف اساسيه، هي التشغيل الذاتي، وهو التشغيل الناتج عن تمويل مشاريع صغيرة ومدرة للدخل. هذا برنامج يتم من خلاله منح قرض بطريقة إسلامية وبطريقة ميسرة لحامل الشهادة للباحث عن العمل. يتحول طالب العمل بدل باحث عن العمل إلى خالق فرص عمل من خلال تمويل هذه المشاريع. هنالك التشغيل بأجر، وهو التشغيل من خلال القطاع العام أو القطاع الخاص. يتحول طالب العمل الباحث عن العمل إلى عمل بأجر. هنالك تنمية الكفاءات، وهي جانب يساهم في تطوير الذات وفي قدرة طالب العمل في التعاطي الأولي مع سوق العمل. وهنالك مرصد لتحليل وتقييم دراسات التشغيل. كل هذه البرامج تقوم متابعتها وتقييمها من خلال برامج الوكالة. ولذلك الوكالة كمرفق عمومي تخضع تحت وصاية وزارة التشغيل والشباب والرياضة، لديها وكالات محلية ووكالات ولائية في الولايات، وتشهد توسع. السنوات الأخيرة شهدت تقدم كبير، ونعتمد في هذه المقاربة على توفير فرص العمل على مستويين، إما من خلال تمويل المشاريع المدرة للدخل، وإما من خلال التشغيل الذاتي من خلال برنامج خطوة. وهذين البرنامجين معروفين على أساس الوكالة. في إطار التعاطي مع الوكالة مع جمهورها، تحتوي الوكالة الآن على قاعدة بيانات. هذه قاعدة بيانات يسجل فيها طالب العمل لأول زيارة للوكالة، وبالتالي هذه قاعدة بيانات تقدر ب 70,000 طالب عمل بين مختلف التخصصات ومختلف المجالات. لكن ليست المشكلة في فكرة طالب العمل فقط، بل إن هنالك استراتيجية وطنية واضحة المعالم أقرتها السلطات العليا. هذه الاستراتيجية تقوم على مقاربة دمج بعد التشغيل في كل القطاعات. وفي أول اجتماع الحكومة الجديدة قررت إدماج بعد التشغيل في كل القطاعات. ولذلك تلاحظون الآن القطاعات الآن المعلنة عنها في هذه الاتفاقية، في الصيد، في الزراعة، في الصناعة، في المخابز، في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المسابقات والاستتابات. طيب، الوكالة عندها إحصائية بالعاطلين عن العمل، من ركاركم عندكم إحصائية لعدد العاطلين عن العمل اللي تقدموا لكم؟ أولاً لا يعبر العدد الموجود عند الوكالة عن العاطلين عن العمل، لأنك من أجل أن تكون مسجل في قاعدة البيانات يجب أن تعبر عن رغبتك في البحث عن العمل،
وهذا قاعد يدخل في إطار البطالة، أن تكون بحثة عن العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وأن تكون سعيت في أجل العمل. قاعدة بيانات الوكالة التي الآن تشهد الوكالة ورشات بعد الآن استراتيجية تقوم عليها الوكالة الجديدة مع وزير التشغيل الشباب والرياضة يشتغل الآن على ثلاث ورشات أساسية. أولا تطوير نظام المعلومات، هذا تطوير نظام المعلومات اللي يضم قاعدة البيانات من خلال الآن توجد فيه 70,000 طالب عمل، ولكن نحن بصدد. إذا الآن أنتم عندكم 70,000 طالب عمل، هذا لا يعبر عن الرقم الحقيقي للبحث عن العمل، إنما يعبر عن الرقم الحقيقي للذين انتقلوا إلى مواقع الوكالة والوكالات المحلية في نواكشوط، في عرفات، في دار النعيم، في الإكسار، في تفرق زينة، أو في نوالبو، أو في كيفر، أو أخيرا في نشير التي تم فيها إعداد شباك التشغيل، وهناك وكالات ولائية جديدة. إذن الذين راحوا إلى الوكالة وسجلوا هو العدد الموجود الآن. إذن كم عدد عندكم رقم المستفيدين من الوكالة في مكوناتها اللي ذكرتوا الثلاث؟ المستفيدين في الوكالة هذه البرامج، هناك نوعين من المستفيدين، هناك مستفيدين مباشرين وهناك مستفيدين من خلال إصداء خدمات. لأن الوكالة في إطار تعاطيها مع القطاع العام والقطاع الخاص ليس فقط الموجود هو البرامج الموجودة التقليدية كبرنامج خطوة أو برنامج قروض، هناك رسائل توجه للقطاع العام وهناك رسائل توجه لحمد شهادة القطاع الخاص، يتم دمج هؤلاء ومتابعتهم، هنالك ممولين وشركاء آخرين يتم عدد مع كم الوكالة. عدد كم عدد بالأرقام؟ بالأرقام ممكن تكون في أحسن الحالات نصل إلى 5,000 فرصة عمل سنوية في كافة التدخلات في مجال تمويل الكفاءات، في قطاع التشغيل الذاتي، في قطاع تمويل الكفاءات، في قطاع المرصد، في قطاع جميع القطاعات مجتمعة ممكن تصل إلى هذا سنويا. في أحسن الحالات برنامج تريسيكل، برنامج ولاية العجلات اللي يعتبر أعلى رقم وصلنا له 5,000 سنة في السنوات الماضية. أما الآن فقط فنحن نعتبر بأن التشغيل هذه المرحلة تطور وقفز قفزة معتبرة. رقم قلة الفترة الزمنية مقارنة مع الفترات الماضية، هناك 5,000 فرصة عمل، هؤلاء كلهم شباب عاطين على العمل، هنالك الآن 5,000 مع القطاع الخاص، ونطمح إلى تحقيق ذلك الرقم وهو 20,000. بالتالي ستكون هناك إذا كنتم سنويا كنتم في كل سنة الرقم اللي توصلوا له 5,000 حدود 5,000 على الأقل، أقل من 5,000 أقل من 5,000 أحسن حال وصلنا لها 5,000 أحسن حال 5,000. طيب كنت كل سنة 2016 هو السوق. أولا ينبغي أن نفهم المعطيات الأساسية، نسبة البطالة الآن في موريتانيا تصل إلى 11.8%، معطيات الدراسات الاستبيانية والمعطيات الاقتصادية تقول بأن قوة التدفق داخل السوق 50,000 على أن السوق يستوعب 25,000، وهذه 25,000 تذهب إلى البطالة المقنعة. ثم هنالك مشكلة في عقلية الشباب، الشباب الموريتاني يعاني من ضرورة تغيير العقليات. العمل عندهم أو التشغيل عندهم هو المكتب، هو الإدارة، هو القطاع العام، وهذا خطأ. يعني القطاع العام لا يشكل إلا نسبة قليلة مقارنة مع القطاع الخاص، بينما المهن العادية ومتطلبات السوق لا تتناسب ومخرجات التعليم من ناحية أخرى. هذين المعوقين، المعوق الأول يتعلق بالعقليات، أن الشباب لا يريد أن يمارس كل المهن، لذلك تجد بأن الأجانب الآن ينتشرون ويحتكرون بعض القطاعات الخدمية كالسباكة واللحام والنجارة والكهرباء وقطاع الخدمات، في حين على أن بعض الشباب يترفع عن هذه الوظائف. يجب أن تغير العقليات. المعوق الثاني، المعوق الثاني هو على أن مخرجات التعليم لا تتناسب ومتطلبات السوق. في هذا الإطار تم اعتماد مقاربة جديدة هي على أن زيادة التكوين المهني، فتح مراكز التكوين المهني، تغيير العقليات، تطوير المهارات والإمكانيات لدى الشباب. نحن الآن أمامنا آفاق واعدة لله تعالى في القصد، يجب أن تكون هناك استراتيجية لتكوين الشباب من أجل القطاعات المشكله الواعده في المستقبل. هنالك برامج الوكاله اسمه تمويل الكفاءات، نسعى من خلال البرنامج الى تطوير الذات طالب العمل في اللغات، في المعلوماتيه، في التعاطي. اليوم من لا يعرف المعلوماتيه ولا يعرف اللغه الثانيه او لغتين يعتبر عاجز. هنالك مخرجات التعليم احيانا تحتاج الى تطبيقات قبل الوصول، بالتالي تظل هذه البرامج التي تقوم بها الوكاله لا تلبي حاجيات السوق ولا تلبي حاجيات طالب العمل. جيد. العمل الذي نقوم به ليس كافيا وليس مناسبا لحجم تطلبات الشباب، خاصة إذا أدركنا أن الشباب هو قوة الأمة. طيب. ومركز الأساسية، وأن الشباب الآن يدرك أهمية التشغيل ويبحث عن حياة سعيدة كريمة، وهذا حقه. طيب. الذي يضمنه له ويكفله القانون. جيد. ولكن إمكانيات الوكالة ماليا محدودة، ورغم ذلك قامت بالكثير والكثير
واعتقد بان وجود استراتيجيه وطنيه متكامله الاطراف تاخذ بعد ادماج التشغيل في مختلف القطاعات سيكون لها اثر كبير. جيد. فيما يتعلق بالتعاطي مع مع مع, مع طالبي العمل. طيب انتم اعطيتوا قروض ميسره لبعض من الشباب. هاي القروض ما عندكم احصائيه كم عدد الشباب اللي استفادوا منها؟ وذا القرض انه ما هو 300,000 انه ما هو شوي؟ لا لا. اولا يجب ان ندرك حقيقه. البرامج التي يتم الإعلان عنها قليلة العدد لا تتناسب ومستوى التدفق وطالبي الفرص. عندما يتم إعلان البرنامج يتم إعلانه على موقع الوكالة ويتم إعلانه على الوكالات المحلية. يشترط في طالب العمل أن يكون موريتاني، أن يحمل الرقم الوطني الجديد، أن لا يكون قد استفاد من برنامج سابق من برامج الوكالة أو برامج أخرى، لأن من إيجابيات الرقم الوطني الآن هو منع تكرر الاستفادة. وبالتالي عندما يعلن هذا البرامج تكون ترشحات كثيرة كثيرة جدا. ونحن نعتمد في الاختيار كما قال أحد المتدخلين الآن، أي موريتاني لما يجي القايتو يقول لك هذا المحاباة والزبونية والمحسوبية أغنية يعني يعرفها الجميع ويعرفها الكل، لأن يعني من لم يجد حاجته يعتبر الإدارة العامة ويعتبر الوكالة أنها ضرب من الخيالي وضرب من الزبونية والمحسوبية والماشية، فهذا تعودنا عليه كثيرا. لكن المهم على أن هنالك روابط لحملة الشهادات وهي أعضاء في مجلس الإدارة، وعلى أن كل البرامج وكل الاستفادات رغم قلتها يعتمد على معيارين، معيار الشفافية ومعيار الكفاءة. هناك معيارين، هناك معيار السن ومعيار التسجيل والشهادة. وهذه المعايير يتم اعتمادها من خلال جلسة أولية بين لجنة الإشراف من طاقم من بعض عناصر مدراء ومستشارين الوكالة وبين طالب العمل ممثلين في روابط حملة الشهادات، وأحيانا نضطر إلى فتح الباب أمام الجميع. يوضع معيار السن يعني سنة التخرج زائد الشهادة، وبالتالي طبعا ستكون العملية قد يكون 10 أشخاص تخرجوا بنفس السنة وبنفس الشهادة، ويبقى الخيار للجهاز. واحد ما استفاد يقول لك هذا لا تشبتي وهذا لا المحسوبية وهذا لا الزبونية، لكن نحن نسعى رغم أن العمل البشري يظل عملا بشريا فيه تقصير وفيه نواقص ولا نزكي أحد على الله، ولكن نسعى ونجتهد على أن تكون هذه البرامج شفافية وأن نتقي فيها الله، ثم أن نحرص على أن يكون حملة الشهادات ممثلين في هذا الفرص، وأن تكون هنالك عدالة وشفافية في كل فرص. موجودين دائما عند الفرص، موجود دائما. لأن الآن جمهور الوكالة أنتم، والآن أخذت بعض العينات، ولكن كان من الأحسن تشوف الوكالة. هناك يوميا تسجيل على وكالة محلية. الفترة الأخيرة تم إدماج تحاشي اللي قالوا عدم التناغم داخل القطاعات مشقلة، تم إدماج عدة قطاعات، وأصبحت الوكالة كما يضمن لها القانون أنها هي الجهاز الإداري المكلف بتنفيذ استراتيجية التشغيل. هنالك الآن وكالات على مستوى المرفوع. طيب هناك وكالات على مستوى الداخل. فروعكم نعم. ما يتعلق بهذه القروض اللي قدمته؟ القروض أجيب على العدد. كم القروض؟ ليست 300. الوكالة فيها مستويين من القروض، فيها قرض. أولا كم عدد المستفيدين من هذه القروض؟ لا أستحضر الرقم، ولكن في حدود يعني ما هو كبير حسب الميزانية. هنالك صندوق للتشغيل، هذا صندوق التشغيل هو اللي يمنح هذه القروض، وهنالك عائدات الصندوق من خلال شركة المالي بروكابيك، وبالتالي يتم اعتماد ميزانية سنوية تقدم لمجلس الإدارة، ويتم تقسيم هذه البرامج الخاصة بالتشغيل إلى نوعين، إما قروض ميسرة مستويين موجهة لخريجين تكوين مهني، برنامج اسمه مهني لكل تجمع حضري، تحاول الوكالة من خلاله توطين بعض المهن في القرى والأرياف من خلال منح محفظة في حدود 600,000 إلى 500,000 لطالب العمل المتخرج من التكوين المهني، وبالتالي يصبح من خلالها يمارس حقيبة من خلال الحقيبة المهنية اللي حامل معه من خلال الخبر اللي عنده، يصبح سباك والله نجار والله فنان، وإما تقديم بكالوريوس زيادة 3 سنوات مبلغ جزافي في حدود 1,500,000، وإما اعتماد مقاربة دور الخدمات لتجمع بين التكوين المهني والفني، وإما توفير راتب جزافي ل6 أشهر لبرنامج خطوة من أجل أن يتم تدريب مستفيد ليتم اعتماده وقبوله في المؤسسة بصفة نهائية. مثلا نأخذ مجموعة من الشباب على أساس معايا، نقدم لها منحة رمزية، هؤلاء الشباب يتقدمون إلى عدة مؤسسات منحة رمزية عمومية. على كل حال مبالغ ما هي قد لا تكون تمثل راتب، هي منحة رمزية توفر له التنقل، توفر له معها تكوين، وبالتالي هذه المنحة الرمزية تستمر له 6 أشهر، وبالتالي من خلالها يتم دمجه بصفة نهائية. وخاصة هون كم عدد المستفيدين من هذه المكونات؟ حدود 100-120 تختلف السنوات. طيب تختلف السنوات. تجربة هذه القروض اللي هي نعم أنتم قلتوا لي أنها ما هي 300؟
لا لا ما في 300 في الوكاله، ما في 300 اقل قرض في الوكاله 500000. 500000 500000 طيب قديمه طبعا طبعا 500000 جديده اللي هي 50000 500000 طبعا انتم الطريقه الاليه اللي تعطوه بها هي شنو؟ قرض ميسر بشنو الدفعات اللي يعطي تشترطوا على انه يستثمر مجال معين هذا شنو الاليه شنو الاليه اللي تقبل هذا لنفترض على انك طالب عمل يتوجه الى احد مراكز الوكاله وتسجل فيها سيقابلك مستشار التشغيل لان الوكاله شهدت فترة اخيره تطورات كبيره على مستوى نظام المعلومات وعلى مستوى تكوين الخبراء اللي هم اللي يتولوا استقبال طالب العمل يطرح لك اسئله يعدل لك السيره الذاتيه يتم دمجك بنظامك الوطني وبشهاداتك ومستوياتك بالنظام الوطني اللي عندك تصبح طالب عمل عندما ينعرض عليك فرصه يحق لك تجيب الشهاده مصدقه وتجيب بطاقه تعريفك وتتقدم الى الفرصه عندما تقدم الى الفرصه تقدم مشروع دراسه مشروع عندك جدوائيه عندما يتم انتقائك ويقع عليك الاختيار يقدم لك هدف قرض اسلامي ما في زياده من خلال فتره السماح 6 أشهر لانك لا تعمل ومن خلال تسد على 5 سنوات من خلال شريك المال صناديق القرض والادخار الوكالة لا تعطي مباشرة تعطيه في اتفاقية بينها وبين شريكها المالي ويتولى بروكابيك جمع المبالغ فيما بعد لتدوير العملية لكن هنالك برامج أخرى قد نوقع اتفاقية مع سيدي صندوق الإيداع والتنمية قد نوقعها مجال دو بوبليك كيف قد عدلنا وقعناها مجال البناء والمنشآت قد عدلناها في الزوالات هنالك مشاريع أخرى ولكن المشاريع التقليدية الطريقة اللي تتم بها منح القرض هي أنك تعود مسجل تعود موريتاني يعود عمرك ما بين 18 إلى 45 سنة أيوة. تعود مسجل وتقدم في حالة استفادك يتابعك مستشار تشغيل دور هذا المستشار أنه يتابعك مشروعك التجاري يزورك 3 مرات في الشهر ومرتين وعن عندك فترة سماح ويعد لك هون تشجيعين واحد من كل سنة اللي هو الشيء قاله الدعم عندما تكون دفعاتك منتظمة تتولي الوكالة عليك دفع 3 أشهر والثاني عندما تدفع المشروع مكتملا التكريم يعد لك أو المكافأة اللي تتلقى ويعطى لك نصف المبلغ من جديد كمشروع إضافي كم عدد المستفيدين من القروض كم عدد المستفيدين من القروض لا أستحضر الرقم ولكن في حدود 200 لها سنويا كم؟ أنواع كاملة يعني القروض الكبرى والمتوسطة والصغيرة في حدود 300-400-500 يعني حسب ميزانية كل سنة 300 مستفيد 400 مستفيد لكن هناك برامج أخرى مش هي؟ هي برامج خطوة مثلا للتشغيل هناك برامج أخرى هي برنامج ترقية الكفاءة شو تقديمكم هذه القروض؟ يعني البعض يقول على أنهم القروض اللي تعطوا يقبلوها واحدين يقدروا يعودوا على كل حال مستوياتهم ما يقبل حتى هذا لا يقوله واحدين وين يطرحون هون وبالتالي ما يقدروا قاعد يسجلوا الشيء سووا شنو يحصلوا على ذاك القرض وتموا ماشيين وتوفى القضيه ما هذا يرجع ترجع لتغيير العقليه اثبتت الدراسات البشريه والانسانيه ان الاراده عند الشخص اللي تحدد مستوى نجاحه اذا كنت طالب عمل حصلت على 500000 او مليون او 500 او 20 مليون كما نعرف في برنامج قالوا دور الخدمات حسب قدرتك على التسيير وحسب إيمانك بقدرتك على خلق النجاح وإرادتك وعزمك وتصميمك تستطيع أنك تخلق معجزة إذا كان تفكيرك هو تفكير سفسطائي وسطحي والهدف عندك أنك تمشي من المال العام وتمشي به هذا شيء آخر نجاح نسبة هذه القروض يعتمد على نجاح قدرة الشخص اللي مستفيد احنا اصلا نعطوه على اساس على انه هو أولا المستفيد اولا المستفيد المستفيد يقول على انه هو ياتي برغبته هو غير مجبر هو أكيد أكيد. حتى اكبر استاذ هو غير مجبر عندما يختار العقد عندما يختار القرض يجب ان يقوم بالمشروع الذي يناسب نجاحته قد يكون هناك مشاريع عندنا ناجحه هناك مدارس خصوصيه لتمويل الوكاله هنالك مصانع هنالك ورشات للألمنيوم من تمويل الوكالة هنالك دكاكين ملابس من تمويل الوكالة هنالك في نقطة ساخنة مراكز من تكوين الوكالة ولكن نحن نعاني أن عادة ينجح الواحد يقلع عنه شعار الوكالة ويصبح هو رجل أعمال ويختفى عنه اسم الوكالة طبعا هذا لا يعني أن ما هناك مشاريع فاشلة وهناك شباب يأخذوها ويختفوا لكن أبرز المشاريع الجديد بعد حصول العرق الوطني أصبح من النادر أن حامل المشروع يمكن أن يختفي أو يمكن أن يستفيد مرة أخرى أبرز المشاريع اللي نشأت ومورت الوكالة شنو؟ غالباً المشاريع التجارية اللي تعتمد على التقنيات وتعتمد على أدوات الاتصال وتعتمد على مثلاً 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 محلات تجارية نشأت عندنا بقالات ناجحة وعندنا مدينة صالحة وعندنا مدارس خصوصية صالحة وعندنا مشاريع في 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 الكهرباء ناجحة علي اذا كان موجود هناك شوط موجود في الداخل موجود في الداخل موجود في الداخل وكيف احنا مشاريعنا على مستوى التراب الوطني
عندنا مشروع مهني كل تجمع حضري، هذا نقدموه على مستوى الداخل، يترشحوه للداخل كامل، لان الهدف عندنا المقاربه لعدد المشروع. عندك مثلا شنو المشروع الامثل؟ شنو المشروع الامثل؟ تسكن مثلا ولايه تسكن في قريه نائيه يتم تعدل فيها الكهرباء، ولا تعدل فيها الطاقه الشمسيه، ولا تعدل فيها السباكه، تعدل الماء، والله في الحوض الشرقي، والله في هادرا نوفر لك رصيد مالي. شنو المشروع الامثل عندكم هون في مناقشوط ولا في الداخل؟ من امثل المشاريع عندنا بعض المشاريع من دبو بريقط مولناها ناجحه، وبعض المشاريع كذلك في النجاره ناجحه، ورشات، وبعضنا عندنا بعض المحلات التجاريه ناجحه، عندنا مدارس ناجحه. كم العدد؟ لا استحضر الرقم حتى اكون دقيق. طيب هذه القروض ذكرتوا اصلا عيتوا تعطي الوحدين يقيسوا الزراعه، توجهوا للزراعه. نعم. للاسف يقول بعض ذيك الناس كامل اللي اعطوا لها مبالغ واعطوا لها بقرات وشي. ذيك التجربه على انه ما تقدم على انه ما ذيك التجربه لكن تجارب موريتانيا في كل تجربه هناك ناجحين هناك فاشلين، بعضهم نجح وواصل والبعض للاسف شيء. كم عدد المستفيدين من هذه التجربه؟ 160. واللي نجح منها شنو؟ دعوه الثلث نجح. الثلث نجح؟ نعم. والان موجود ويسير اعماله واموره ماشيه. المعلومات اللي عندنا انه موجود وانه عنده قطع الارضيه وعنده يمارسها، بعض فما بعض التعثرات ودائما يجبرهم، وتحرص الوكاله على ذيك المشاريع الموله اللي تتدخل فيها، كطبانة مشروع 150 من ديبو بريكات تعثر البعض، لان العقلي هناك تغيير العقلي، البعض ياخذ قروض عنده تفكير مسبق انه ما يدفع. وبالتالي يواجه صعوبه، يصبح بدل من طالب العمل عنده مشكله في تسديد المبالغ، ويصبح عنده مشكله في المتابعه، وبالتالي تعود هناك مشكله. هذه القروض نسبه النجاح فيها البعض يقول على هذه القروض، البعض يقول على هذه القروض انها هزيله بشكل حتى في قيمتها وفي العدد الملي، لان الطالبي التشغيل انهم بالالاف، وبالتالي نحن نتحدث سنويا عن 100. المبلغ تفهم على ان المبلغ ما هو كبير. هي الاسئله ينبغي ان نعرف ما هو الرصيد المالي عند الوكاله. ميزانيه الوكاله للاسف الشديد ناهي ميزانيه كبيره، وميزانيه الصندوق اللي موجود فيه كم ميزانيه الوكاله والصندوق؟ ميزانيه الصندوق تقريبا كانت من 150 الان في حدود 300 مليون. 300 مليون هي 100 مليون على رواتب الخبراء، 200 مليون يتعدى من اكثر من القروض. عندكم شركاء خارجيين؟ الآن بدأنا في إطار التعاون، عندنا مشاريع مهمة ما كانت عندكم في المغرب؟ ما كانت عندنا، ما كان في شركة خارجية، عندنا مشاريع مع البنك، ما كانت في ما كانت في نهائيا، ولكن السنوات الأخيرة ربطنا علاقات ممتازة ووقعنا اتفاقيات مع شركاء، خاصة وكالة التنمية الفرنسية والتعاون الإسباني والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. شو وفروا هذه المشاريع؟ ستوفر مشاريع كبيرة ومدرة، لكنها ستبدأ هذه السنة. ما بدت هذه السنة مع التعاون الإسباني، دور تستفيد منها 4000 طالب عمل، ومع مشروع ثاني عندنا مع البنك الدولي دور تعود فيها 5000 فرصة عمل. في مشاريع واعدة، ولكن ما يمكن أعطي الأرقام الآن لأنها ستبدأ 2020 بإذن الله تعالى. طبعا السؤال المهم أيضا فيما يتعلق بآلية تسيير العمل وكيف تنسقوا مع هيئة التشغيل. انتم هون تقولون انكم على كل حال وسطاء، كان هناك ومع ذلك امتصاص سوق العمل المشغلين لهذا واصحاب البطاله ضئيل جدا. لماذا؟ اولا ما المشكله؟ تفهم على ان كل فرص العمل هدينا مرصد مرصد لدراسه السوق، ونحن نقوم بوساطه التشغيل، لكن الارقام اللي تم تشغيلها والمعطيات اللي تم تشغيلها والفرص اللي تم خلقها هنعتبروها انها من انجاز القطاع الشباب والرياض. شخلق من تشغيل الشباب؟ شخلق من فرص. احنا مثلا السوق احنا نحرص من حملة شهر اتفق فيه 50,000 خلق 25,000 يمتص السوق من خلال القطاع العام والقطاع سنويا في مسابقات. هؤلاء الشباب كانوا باحثين عن العمل، يتم اكتتابهم في الجيش، يتم اكتتابهم في القطاعات المدنيه او العسكريه، يتم اكتتابهم خلال المسابقات. هذا تشغيل؟ هذا تشغيل، لكن انا سؤالي هون محدد عن الوكاله. الوكالة فعلاً قلت لك الدور اللي تقوم به الوكالة كانت هناك مشكلة، كان هنالك قيام استراتيجية للتشغيل كان معول، ثانياً كان هناك تشتيت جهود المتدخلين في التشغيل، ثالثاً كان هنالك نقص حاد وكبير جداً في الإمكانيات. تم الآن التشخيص الوضعي، ونحن الآن في ثلاث ورقات نشتغل عليها الآن مع معالي الوزير التشغيل. الأول إعداد نظام المعلومات حتى يكون متطور، وإعداد موقع متطور، وإعداد قاعدة بيانات
يستفيد منها القطاع العام والخاص والدولة. الدراسة الثانية اللي يقوم بها هي إعادة هيكلة الوكالة حتى تتناسب من جديد من خلال إنشاء قطبين، قطب مهني للتشغيل، التشغيل الذاتي وتنمية الكفاءات ومن خلال الوساطة، وهذا القطب نسموه القطب الأدوات. وكان قطب هي كانت قطب ثاني قطب الأدوات اللي هو مرصة التشغيل، أيوه، والجانب الإعلامي وجانب الاتصال والإعلام والمتابعة والتقييم. إذا نحن الآن بصدد إعادة هيكلة القطاع، هيكلة كانت الوكالة من جديد من خلال استحداث إدارات جديدة وتطوير خدمات الوكالة. كانت مسألة ثانية مهمة، يعني نعمل الآن مسألة ثانية مهمة حتى أكمل، مسألة ثانية مهمة هي الآن إحنا نعمل على إعداد برنامج تعاقدي حتى نتمكن من تناقض سياسات تعود السياسات التسييرية طبقا للمطلوب. نحاول الآن أن نعدل برنامج تعاقدي بين الوكالة والحكومة، والوكالة من خلالها موفرة الوسائل المالية الناقصة الآن واللي ما هي موجودة، ومحاسبة من خلال هذه البرامج. بالإضافة عن الاستراتيجية التشغيل، استراتيجية التشغيل أنا أخذ في عين الاعتبار لأنها تصبح الوكالة هي الجهاز المكلف بتنفيذ السياسات، التصور والاستراتيجيات لدى الإدارة على التشغيل ولدى القطاع. طيب. التنفيذ سيكون لدى الوكالة، لأن الوكالة تملك عدة إدارات، تملك عدة خبرات، تملك 15 سنة من التجربة، تملك عدة وكالات على المستوى، ولكن تنقص الوسائل الكافية لتمويل، وأيضا كانت تسير بدون التمويل، كانت أيضا بدون رصد أموال كثيرة لا يمكن. إذا كانت أيضا، كانت أيضا تسير أشواط كثيرة. طيب. وكثيرة جدا، وتطورت على المستوى المؤسسي وعلى المستوى البنوي وعلى مستوى الشركة وعلى مستوى الاتفاقيات، لأن لدينا شراكة اتفاقية مع الوكالة الفرنسية والوكالة المغربية والجزائرية والتونسية، ولدينا كذلك الآن إعادة هيكلة جاهزة الآن لدى مع الوزير من أجل تطوير أداء الوكالة. لدينا كذلك خبراء معتمدين معتمدين قبل منظمة العمل الدولية اللي هي بي تي سيرتيفيه، وهؤلاء الخبراء يسمون الآن مستشارين التشغيل قادرين على رفع التحدي. ما ينقصنا هو الوسائل، ونحن واثقين بإذن الله. إذا أنتم كنتوا القطاع. طيب. إذا كانت إذا إذا كانت في ضبابية ما يتعلق بـ 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 بالسير الآلي لـ 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 والتنسيق مع هيئات التشغيل، صح كما ذكرت. نعطيك مثال، إذن كانت فيه. كان هناك شيء قالوا الدمج المهني، وهذا معوق، تم الآن وهذا معوق، كان معوق جدا لأن كانوا عدة قطاعات متدخلة في التشغيل، حتى داخل الوزارة هنالك تشتيت للجهود. الآن الجهاز التنفيذي كوكالة كمرفق عمومي كما هو موجود في العالم، هناك منظمة العالمية لمرافق التشغيل فيها 110,000 وكالة في العالم، موريتانيا يوم ترأس عندها نائب الرئيس المكلف لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية. احنا كوكالة عندنا اتفاقية مع بول أمبلوا واتفاقية مع لانبيك ومع الوكالة التونسية والجزائرية، وبالتالي من الجانب التنظيري ومن الجانب المؤسسي احنا تطورنا كثيرا. كانت عندنا رسالة تكليف، الآن نعمل على برنامج تعاقدي في إخراج جديد. أخذنا الآن برنامج فخامة الرئيس تعهداتي مكونة التشغيل فيه اعتمدنا عليها، وأخذنا بعد التشغيل اللي نضاف الآن، قدمنا برامج كافية وقادرة على توفير فرص للشباب اللي يطمح لها، وبالتالي نراو على أن الآن قادرين على مواجهة التحديات وعلى إدماج القطاع المشقي الآن سياسة التشغيل، توفير إشراك الشباب، جمع قطاع الشباب والتشغيل على كانت خطوة في الاتجاه الصحيح. طيب. واعتماد المقاربة اللي تقوم على مخرجات التعليم مع متطلبات السوق كانت كذلك صحيحة، وعلى أن الآن إعادة هيكلة الوكالة اللي القطاع بصددها لأنها كذلك مؤشر إيجابي، بالإضافة إلى تطوير نظام المعلومات، لأن في ظل قيام معلومات عن السوق، في ظل قيام نشرات يومية عن معطيات البطالة، تظل دور الوكالة ودور المتدخلين محدود. رغم ذلك نجحنا في إبرام اتفاقيات وشراكات مع الممولين ستكون واعدة بإذن الله. طيب هذا ما يفسر القطاع الخاص كذلك مشكورا بدا يتعاطى مع استراتيجية التشغيل ومع الوزير مع سياسات التشغيل اللي شفته الآن الوزير الليلة موقع اتفاقية. أنا أعتقد إذن أن الآفاق واعدة أمامنا، وعلى أن سنتحدث عن إن شاء الله الآفاق بإذن الله تعالى. لكن قبل ذلك هذا ما يفسر ما ذكرتم من من من, من ضبابية وآلي الطرق وآلية تسيير الوكالة في الماضي. هذا هو اللي معوق الكبير اللي ربما يجعل أصحاب البطالة ضعيف جدا، ضعيف جدا، وطلبات كثيرة. نتحدث هون عن بعض القروض اللي منحته لحملة الشهادات، ذيك السيارات ثلاثية العجلات. نعم. لماذا سيارات ثلاثية العجلات؟ هذا مشروع مهم لحاملي الشهادات.
اللي فيهم المهندسين وفيهم الناس المهنية وفيهم حتى الناس العلمية وفيهم الناس اللي أدبيهم واللي لماذا سيارة ثلاثية العشرات نعطى حامل شهادة لماذا؟ ولماذا نترك حامل الشهادة بدون سيارة وبدون قرض وبدون برنامج وبدون تشغيل؟ أنت تعيش في الحياة على الأمل، ظل قياب الأمل لا معنى للحياة. ثانيا أنت إذا كنت طالب عمل من الأحسن أنك تجبر ما يتناسب شهادتك، ولكن من الواقع يعني أنك تعيش مع الواقع. هذا البرنامج اللي يسمى برنامج تريسيكل هذا كلام جميل، هذا كلام جميل يغير هو اسمع أستاذ يغير هل أنا اللي أقول لك هذا برنامج ناجح جدا خاطئة. لماذا سأقول؟ هي ليست نظرتي أنا، هم نطرح نظر هذا هو اللي ينقال. هذا التقييم البرنامج خاطئ. هذا برنامج جي في إطار عون من الجمهورية الصينية مشكورة للحكومة الموريتانية، وتم اعتماد توزيع الوكالة المعيارين. المعيار الأول من أجل عصرنة وسائل النقل داخل المدينة، مدينة نواكشوط كانت مليئة من الحمير وشارتات والمظاهر غير لائقة، والثاني أنه تم من خلاله توفير هذه السيارات لحملة الشهادات، لأن الشهادات حملة الشهادات البعض منهم عنده فكر تجاري، ولذلك استقل هذه السيارات كمكتبات متنقلة، والبعض استقلها لأن هي فيها بعض ينقل البضائع معلبة وباردة ومثلجة، وفي البعض يقول التراب ومفتوح، وفي البعض الآخر دكاكين متنقلة. لما جاءت الفكرة قدم السيارة الآن. كان الشباب في المرحلة الأولى أعتقد لما أعلننا عنه ما استجاب له أي شخص، كنا عني 400 سيارة رشحته 100 شخص فقط. خلال تنفيذ البرامج لأربع مراحل كانت الآن مسجلة في الوكالة 13,000 طالب عمل السيارة حدها فقط، لأن هاي السيارة مع الطفرة اللي خلقت في الذهب في الشباب ومع قوتها اللي انشافت ومع الأرباح الكثيرة التي أجت على حامل الشهادة، هي راي استفاد منها شخصين، ما تطال شخص واحد، تطال شخصين. هذه السيارات تعتبر من أنجح البرامج اللي قاموا بها حملة الشهادات، والبعض منهم استقنى منها. بعض يقول عن أولاً يتساءل سيارات أخرى ومنازل أخرى وعندهم الآن روابط يشتغلوا. البعض يقول عن هذه السيارات أنها بالفعل حصلوا عليها بعض من حملة الشهادات، غير أنهم لا مازالوا يحصلوا عليها باعوها. وبعض من حمل والبعض يتساءل الآن وين هي السيارات؟ إذا كان المشروع ناجح وين السيارات؟ وين هي؟ هي ما هي موجودة الآن، الناس ما تشوف الآن كمشاريع موجودة تشتغل في تزقنا في المرص وترفد، ما قليلة جدا اللي موجود منها. عندما ينجح هذا المشروع يعود فما أثر موجود وتراعيه الناس كاملة. وين السيارات؟ لماذا أولا الشروط اللي أعطيتوها به شنو؟ الطريقة اللي يحصل بها شخص على السيارة، شخص ولا شخصين على السيارة، شنو هي الطريقة؟ تعطوهم لهم فهم تعويض السيارات أربع فئات وحصلوا عليهم ثلاث فئات. أربع فئات لأن فيهم سيارة ب 600,000 هما كاملين قرض ويسر لسنتين مع فترة سماح شهرين، والمستفيد يختاروا اثنين ويعد من ضمنهم السائق، والله يختارهم السائق. وهو السيارات أسعارهم ما بين أعلاهم 600 وأقلهم 300، والقريب عن جميع القروض تم إعادتها وتم توجيهها إلى التضامن من أجل خلق برامج لمستوى أدوبة وعلى مستوى المناطق الحدودية المستهدفة. الشباب اللي اخترنا لها ثلاث فئات، باكالوريا زيادة 3 سنوات واستفادت منها فيها، وباكالوريا والتكوين المهني وبريفة واستفادت منها فيها، وبدون الناس اللي مسعفهم الحظ أنهم لا يحصلون على شهادات ولا يدرسون، هؤلاء اللي تم استفادة من ثلاث فئات، والمجموعات الثلاثة استفادت وأقامت مشاريع، وبعضها ما زال موجود في سوق العاصمة، وبعضها موجود بكثرة في الشامي ومناطق تنقيب عن الذهب، بعضها موجود بكثرة في نواذبو لأنها تعتمد على الصيد ونقل البضائع، بعضها موجود في جميع مدن موريتانيا. ما فيه ولاية اليوم ولا في مقاطعة إلا فيها سيارة، وإحنا قسمنا منها 1516 سيارة، وفي دفعات الآن إحنا بصدد جلبها لأنه مشروع ناجح، ونراوع لأنه عنده مردودية أولا على حملة الشهادات، وعنده مردودية ثانية على تطوير النقل وتغيير العقليات. وبالتالي الشباب بعد ما قد تجبرنا الشاب نعترض عليهم، ولا طرينا الشاب رافضهم، ونقول لك عن قاعة البيانات فيه الكثير والكثير من الناس ما تلود معي السيارات. طيب هو قرض، هي هيبة من جمهورية الصين، ولكن الحكومة قررت أن تكون قرض من أجل خلق برامج أخرى للأمانة. هذه المبالغ طيب التي دخلت أكثر من 1,000 سيارة، 600,000 البعض منها، مبالغ واضحة. أولا تولي الوكالة وقع اتفاقية مع المستفيد، لأن تنتهي مهمة الوكالة بتسليم السيارة ويتابع المستفيد
دفع الأقساط إلى صندوق بروكابيك، صناديق القرض والادخار. بروكابيك تلتزم بدفع ذيك المبالغ المتحصلة عليها لوكالة التضامن لمكافحة آثار الريق وقتها التي تحولت إلى التآزر، من أجل إعادة تدوير هذه المبالغ. وأي سيارة ما كان مليها باحترام دفع المبالغ يتم توقيفها، وبالتالي يتم توقيفها حتى يتم تسجيل المبالغ. وأعتقد على أن كل الناس من أجل حصولها على كارت غريز، على الورقة الرمادية، البطاقة الرمادية، أنها دفعت. فيما يتعلق ببيعها، احنا في البداية حرمنا بيعها، واكتمع أن هذه السيارة لا تباع، ولكن موريتانيا ما يلتزموا. بعض الشباب باعها، ولكن متأسف أنه باعها، لأنه باعها وقتها ما يعرف قيمتها، ولا يعرف قوتها، ولا يعرف قدرتها على الإنتاج، ولكن مع الوقت قبل درك ذلك متأسف عنه. طيب أنتم مهمتكم تشغيل الشباب وتشغيل حاملة الشهادات. نعم. جاءت طبعا الهبة. نعم. لماذا ما تيسروها على حاملي الشهادات؟ إياك ما يبيعوها واحدين منهم، وياك واحدين منهم ما يضطروا لأنهم ما يخلوا بالعقد. هذه كانت تجربة. يخلوا بالعقد. ما شاء الله دفعوا فيها أحسن. يخلوا بالعقد. هذه كانت تجربة. وكانت إكراهات الالتزامات الساعة تستدعى. أعتقد أن أخذنا منها دروس ودرجة تم تحاشيها إن شاء الله الخطوات القادمة في التجارب القادمة إن وقعت. ولكن هون أستاذ اختير نوضح على أن الشباب قيمته وهدفه فيما يتقن وفيما يحسن، وعلى أن العمل والتشغيل. لكن العمل والتشغيل، العمل والتشغيل عند من يتعود عندنا الدولة، عند من يتعود عندنا وكالة. نعم. التغطية تشغيل الشباب. نعم. ومعهدالها مسندالها مهمة على أنها تخلق فرص العمل. نعم. يسوى من طرف هي والله من طرف الشركاء اللي معاها. يلا البطالة ينشاف على أنها تحركت، وعلى أن الشباب أنه اشتغل، وعلى أن ما يعود الشباب دائما يتردوا منين تجي الوكالة ذا هي الشباب عليها ياسرين، منين تسوي الشباب ذا هما نحن ما رأينا شيء، نحن ما استفدنا شيء. أنت يقول لك أنه ما راش ما جبر قالوا كل يراه ما سويت مهرك شبر شوف تلو ديرك بعد ما فهمقع على السوق أن هذا العمل لأن التشغيل يتجدد. ما قد يوم اللي توقف في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا، ما زالت في البطالة من خلال سنكونية من خلال الأرقام. الأرقام الموجودة الآن. أيوة هذا الأرقام الموجودة الآن. موريتانيا قطعت شوط مهم محاولة البطالة. لا لا. وهذه ما هي معطيات عاطيتها الوكالة، هي معطيات عاطيتها المكتب الدولي للتشغيل. ببيتي. السؤال اللي قد يطرح الليلة. دراسة معتمدة مع مجلة طي الإحصاء. السؤال اللي قد يطرح الليلة حملة الشهادات. لا ننكر الآن على أن البطالة موجودة، وعلى أن الشباب يعاني، ولكن من الظلم الملي لأن ما ينقال أنه عدد الكثير والكثير من أجلال الشباب، خلقت آلاف الفرص، خلقت آلاف مواطن الشغل. طبعا أعلن طموح الشباب وأحلام الشباب وآمال الشباب وتطلعات الشباب، هذه الفرص اللي عندنا لا تناسبها، ولكن الجهود المبذولة الآن والاستراتيجية الوطنية للتشغيل اللي تم اعتمادها الآن والمقاربات المعتمدة الجديدة وإدماج بعد التشغيل والحرص على القطاع العام والقطاع الخاص مجتمعين وفلسفة النظام الآن الحالي، السلطات العليا الآن حاليا تعمل على الحد من البطالة. هذه الآليات ما قد تحصل بين عشية وضحاها، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تغيير العقليات، تحتاج إلى مساهمة الجميع، مساهمة القطاع العام، مساهمة القطاع الخاص، مساهمة رجال الأعمال، مساهمة شركائنا في التنمية، وتحتاج قبل ذلك إلى تغيير العقليات وإلى تطوير المهارات وإلى تدبير الشأن العام للشباب وإلى نزع بعض العقليات. هذا ما قد نعدلوها، العمل موزين، هذه بلومبري ما قد نعدلوها. شعدلتوا في الإطار، شعدلت الوكالة في الإطار. في هذا الإطار الوكالة عندها مقاربة جديدة هي تطوير التنميات. يعني جناح عنده نقص في التكوين نعمله، هي حد نقص في المعلومات نعلمها، نطلبوه تدريب. الآلية المعتمدين، الآلية المعتمدين ياك عندنا الآن هيكلة جديدة قابلة قطبي، قطب يسمى الأدوات، القطب الثاني يسمى الميتي. اذا يعني هذا جديد ما كان، هذا جديد ما كان موجود، وهذا عدلناه. اذا انتم بالشراكة مع شريك مالي لنا من خلال برنامج قال ميغراكسيون فيه تجربه فرنسا والمغرب والسويد، بنى مقاربه وبنى دراسه لتقييم برامج الوكاله ودراسه لتقييم اداء الوكاله، ومن خلال هذه وضعيه تجربة الوكالة خلال 15 سنة والتعثرات التي شهدت الوكالة والصعوبات التي تواجه الوكالة وحلول والآليات المتاحة من أجل تطوير مفهوم التشغيل. شعطاتكم النتيجة، شعطاتكم النتيجة. ضرورة إعادة هيكلة الوكالة، وضرورة تغيير المهن، وضرورة تغيير التكوين، وضرورة إدماج أبعاد التشغيل ووجود استراتيجية، لأن الممول الآن
سواء كان وطني او اجنبي سولف عن شنو برامجه. احنا الان بصدر اعداد برنامج سموه وفاء على اساس تعهداتي، قاطم برنامج تعهداتي ومحاول نشر ارقام من خلال هذا البرنامج. نعتمد مقارنه جديده هي على ان نطرحه حسب معطيات السوق وحسب دراسه الطلبات اللي عندنا تصورات جديده. نحتاج الشباب في هذه المرحله الى تغيير العقليات، يحتاج ان يتكون على نوع من قيادات قيادات خاصه بالشاحنات الكبيره. احنا الان قدام القاس نحتاج ان نعد مراكز تكوين للقاس، احنا قدام الكثير من المهن والبلد واعد خيراته، يحتاج ان نغير العقليات لان ما تعود تخصصاتنا التقليديه، ولا نبقى دائما مرتهنين بالشهادات. احيانا في الشهاده في النظام الامريكي ما يسوقش شهادتك، يسوقك ما تتقي. لان احيانا الشهاده ما تتيح لك الفرصه، تتيح لك المهنه. قدرتك بعض الشباب هون يسأل هون عندنا الآن عندنا تجارب عندهم آداب خريجين آداب أصبحوا طيب. رجال أعمال عندنا اقتصاديين أصبحوا رجال أعمال عندنا اتفاقيات مع البنوك مع التجاري بنوك مع القطاعات الخصوصية الآن فيها حبة شهادات يشتغلوا. هذا يقودنا للسؤال عن التخصصات خاصة التخصصات الأدبية اللي دائما يشكو على أنهم ما يجبروا حظهم من 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 من, من تدخلات الوكالة. أنا ما نعتقد أبدا على الأدبية معرة أو نقص، لا هذا ما غير صحيح. لا هو يتكلم انهم ما جبروا حد. انتم ايش تعدلوا لهم هذا؟ تشوف خريجي تكوين المهن وتشوف خريجي المدارس العليا المتعدد التخصصات تشوفهم عندهم البطاله، وتشوف المهندسين لو تجبر طبعا الاداب والعلوم الانسانيه. قال الاداب والعلوم الانسانيه مهنه وشهاده كبيره وعلم ومجال وتخصص من قبل ياسم القطاعات، واذا بعد الشعور الوكاله ما تحس به ولا تحاسبه على اساسه، وبرامجنا يستفيدوا فيها خريجين التكوين المهني ويستفادوا فيها خريجين التكوين العالي والتعليم العالي من كل التخصصات من الشريعه من الفقه من الادب من التاريخ من الجغرافيا من الهندسه، ولا قط واحد من حمد الشهادات يقول لك كم الايام انه جاء الوكاله يريد خدمه، قالت له انت مجالك. لا هو تبارك الله الملفات يقولون هم موجودين كاملين، هو تبارك الله مطرحهم ما شاء الله اشتغلوا كامل ياسري. يا غير ما قطنتوا ما عدلتوا دراسه البرنامج. شوف في الزراعه مستفيدين كان فيهم الادب وكان فيهم التاريخ وكان فيهم شخرا. كم عدد المستفيدين في الزراعه؟ كم عدد المستفيدين؟ 160 شخص. ما نشوف المهندسين خلال كم فتره هاي 160؟ من 2000 اعتقد 12 الى اليوم. هي ما اعطتهم هكتارات، اعطتهم قطع ارضيه 160 مستفيد استغلوها. لا هاي اعطتك نموذج. عندنا مثلا زويرات مشروعات عدلناها كانوا فيها الادب، عندنا ديبو بريك كان فيها مشروع في زويرات. كان مشروع عباره عن بناء وحدات سكنيه، كان في حملة الشهادة يشرفوا على ذاك البناء، وتم توفير لهم رواتب خلال سنة وخمسة أشهر، وبعدين تم تحويلهم وتمويلهم مشاريع اللي قالوا مشاريع مدراء الدخل. المشروع اللي نوصل له نشحوا فيه الشيخ نشحوا فيه البعض منهم نجح لأنه عدلهم نظام المجموعات. كل 8 أشخاص أو 10 أشخاص تم تجميعهم مؤسسة صغيرة وقال لهم أنه تفتح قدامهم فرص اللي قالوا مقاولات، ونعطات لهم فرص تحفيزية، والبعض منهم اصبح الان رجال اعمال، والبعض طبعا تسرع ولا قد يتابع كيف ديبو بريك. البعض منهم نجح وحط مكاينه وبا مكاينه وعاد الان رجال اعمال، والبعض منهم تسرع. هذا يقوم على اساس اراده الشخص واساس قناعه الشخص بالمشروع واساس تفكير الشخص بنجاح المشروع. انا اللي تعود عندك فلسفه ان هذا اللي عند الوكاله اللي اخذها وضيعها، هي ضيعها طبعا لكن الدين، ويقعد عندك فكره عن هذا المشروع اللي انت تقرا عن العظماء وتقرا عن المشاريع الناجحه، تبدا الفكره الصغيره ثم تكبر ثم تكبر فتغير مجرى التاريخ. هذه المشاريع العظيمه اللي يشوفوا لكن كبيره، وهذه بدات صغيره في الاصل بدات صغيره ولكنها كبرت دور مع التفكير دور مع التنميه طيب مع التطوير طيب مع المراعاه مع القدره كاين التطوير كانت عاديه عند شخص ولكن اصبح سلسله مطاعم عالميه. جيد بعض التجارب الان موجوده قبلها اشخاص عاديين بسيطين وطوروها. احنا ليش ما يطور شبابنا هذه الافكار؟ ولماذا ما تعود الوكاله قائمه بدورها ما يتعلق بارشاد هؤلاء؟ والهدف انه ما نعطوا الشاب قرض ونخلوه لماذا ما تعود في متابعه وتقدير يا استاذ؟ مستشار التشغيل عند وكالات وكالات كم عدد قبل المغادرتين النقطه كم عندكم من وكاله؟ عندنا 4 وكالات في نواكشوط، لان اخيرا تم ادماج وكالات الدمج المهني معنا. عندنا واحده في نواكشوط اللي هي الوكاله المحليه، وعندنا وكاله في عرفات، وعندنا وكاله في دار النعيم، وعندنا وكاله في تفاح زينه، واحده في القصر، عندنا وكاله في نواذيبو، وعندنا وكاله
في كيفه، وهذا الوكاله في انشري تم تدشينها ما يشنوها شباك التشغيل مقاربه جديده اعتمدها تمت وزاره التشغيل، هي على انها تعدل اللي قالوا فضاء الشباب يعود من خلال استهل الخدمات. فيه الوزير اللي هو المتعاون، فيه الرياضه، وفيه التشغيل، وفيه الالعاب، وفيه عده قطاعات. اذا عندنا الان وكالتين، واحده في الحوض الشرقي يتم افتتاحها ان شاء الله، وعندنا وكاله في كي هيدي، واحده في بوقي. شنو تقييمكم للوكالات في اطار التجربه اللي عدتها، التقييم كامل اللي عدتها، شطاتكم يمكن النتيجه على مستوى هو الوكالة. قربت الخدمه من حامل الشهاده، لان الضغط على الواكشوط والضغط على الوكاله مهم. ثانيا نوفر تكوينات في هذه الوكالات. ثالثا انتشار الوكالات يلبي حاجه، انت حامل الشهادات ما عندك الا في الواكشوط، توفير حامل الشهادات عندك في الداخل اكيد، وعندك في الشمال أكيد. وعندك في الجنوب وعندك في الشرق. ثانيا هذه الوكالات تغطي الجوانب الجغرافيه. احنا الان نعمل على انه يعم دور الوكالة تحديدا. شنو دور الوكالة؟ واستقبال طالب العمل فقط، وتوجيه طالب العمل، هو توفير اعداد السيرة الذاتية. هناك كثير من العمل، لا تنظر الوكالة عن دور التشغيل عنك الا ان قال لك اطلع شهر المكتب ولا بقر. هناك التوجيه، هناك المواكبة، هناك اعداد السيرة الذاتية، هناك التكوين على المهنة، التكوين على التعاطي، التكوين على الخبرة، التكوين في مجال المعلوماتية، التكوين في مجال اللغات. بعض الناس يجي ما عنده الفرنسية يكون عليها، بعض الناس عنده مشكلة عربية يكون عليها، بعض الناس ما يعرف مجال المعلومات. هناك برامج تكوين واسعة، هاي البرامج تشتغل يوميا في وكالاتنا هون في الواكشوط. يوميا يعني تزور واحدة من الوكالات تجبر 50 60 شاب قاعد يتعلم المعلوماتية يوميا. قاعات التكوين وقاعات بدر وشركائنا يدركوا اهميه هذه الخدمه وبدوا يعطوها. هذا كان موجود ولا حديث؟ هذا هو الفلسفه في تغيير مفهوم الوكاله. الوكاله تعتبر ان اي حامل شهاده تقدم اليها وعمل جلسه مع مستشار التشغيل، انه استفى من خلال توجيه، من خلال اعداد سيرته الذاتيه، من خلال اطلاعه على البيانات وعلى الفرص المتاحه وعلى إمكانية الترشح. لأن الآن في الوكالة فيه بعد التشغيل الدولي، عندنا نافذة على التشغيل الدولي من خلالها يستطيع طالب العمل أنه يترشح فرص عمل من خلال شركائنا. بالإضافة أن أحيانا بعض حملة الشهادات يجي دوره تكوينات بسيطة، البعض يدور تكوينات على مستوى المعلومات يعود على استخدامها، البعض يدور تكوينات على مستوى كم كونتم من حملة الشهادات؟ كثير جدا. كم؟ لا أستحضر الرقم ولكنه كثير. مختلف التخصصات. كل البرامج اللي تم الاستفاده منها سواء خطوه او القرض يخضع صاحبها، مثلا القرض نكونه على التسيير شير اوكي، كيف تسير مشروعك، كيف يكون مشروعك ناجح بالنسبه. طيب نشوف المتابعه، لكن اسمحوا لي لان في عنصر اخير ما يداهم من الوقت حتى نتابعه وبعدين نرجع ان شاء الله تعالى لنكمل. وكاله الشباب خالق ياسر من المواطنين. وكاله الشباب بباد ما يعرفها سامع اللاب اسمه بيلي وكالة الشباب، يلا يود عنده توئية وتحسيس، ويلا يود عنده تأطير للشباب. وأنا بعد ياسر من المواطنين ماني جاين لأنه عنده دور بوكالة الشباب. أنا نختار ذي الوكالة هذا تشغل الشباب، ما فتنا شفنا حال ذوك وهو رسمي للشباب ولا فات اشتغلوا وعاطلين على العمل. موريتانيا ما شاء الله دولة ملانة من الخيرات، ويلا يلا تحل مشاكل شبابها، ولا يلا قاعد تلي يسافر منها حد على الأقل. يلا لا يلا لا تشتغل كامله، واحنا قطعنا شمل عاطلين عن العمل ما نشتغلوا، ونختاروا تنحل. رايي عن الوكاله عنها شقلت ياسر من الشباب اللي شفتهم هنا، عدلوا قروض وعدلوا جابوا سيارات نقل وقطعني حسب رايي فيها. عن شفتها عدلت ياسر من الاعمال وشفتها هي منفسها حقيقه عنها، تعود فهم تقصيرات هذا الشيء. الشباب ما يقدروا يشتغلوا كامل، لان هي الوكاله انا قامت بعد بدور قطعا عنه مهم، باللي شفت من الشباب من اصدقائي اللي قاع جبروا سيارات ويشتغلوا فيهم الى الان، وكراهم للوكالات التجاريه وفم فرص، عدة فرص حقيقه. ويلا تواصل ويلا تجبر الدعم اكثر، وشكرا. خلق فتره قطعنا عدلت فيها شيء فعلا، اياك نعود ما نظلموها. أنا قطعنا قامت ويك ساعة بتوزيع قدر من السيارات وش من الروايات وشو تعليم الناس وش، وعاقب لك في الأخير عقبنا هم اللي شفنا، عاقب لك هم اللي نعرفوا عن قطعنا. الشباب عنده ياسر بيطالع، فهم قدر من الشباب قطعنا عنده بيطالع عيشة قطعنا، هذه هي القطية كامل غير بعد لا تعود بعد أشبه الأمور يوسطها. مرحبا بكم من جديد. طبعا لفت الانتباه المواطن يقول ان الوكاله انها الناس ما الشباب ما هم عالمين بها قاع، انها يلا تعود عندها تحسيس، وانها يلا تعود عندها
توعيه ويا الله تعود فم حراك اياك تعود معلوم بها ما ان لا ينطرحوا توف عندهم ملفات وفد. احنا عندنا سياسه اعلاميه واضحه وعندنا صفحه على الفيسبوك، هنا عندنا موقع هو www.anapage.org، وثانيا عندنا مقرات، ورابعا ما شاء الله قاعد اليوم اليوم قاعد ما شاء الله مع وجود التواصل الاجتماعي ومع الطفره الاعلاميه ما تلفهم شيء مشحون. كثير هم اللي كيف قال احد المتدخلين مشكله على الناس قاعد تقعد ما تسمع عن الوكال، هي مشكله على ياسر من الشباب وكاله الوكاله يلا ياسر الشباب تقدم للشباب منها. واحنا بعد عندنا سياسه اعلاميه، هي للشباب عندنا سياسه اعلاميه دائما هون ما شاء الله شاكركم على هذا البرنامج، المعلومات متاحه ولا هي مشهوده، موقع الوكاله فيه معطيات في كل معطيات يعني محدث فيه موقع لصفحه، عنده صفحه على الفيسبوك وعنده موقع موجود الان، وفي اطار المقاربه قلت لك الجديده اللي يعمل عليها وزاره التشغيل الان ان اعاده هيكله الوزاره، ان هذا نظام المعلومات تم الحمد لله توقيع اتفاقيه مع الشركه الدوليه اللي يطوروا حتى ليجعل عنا نقدوا من خلال التطبيقات على الهاتف ومن خلال تطبيقات على التراب الوطني انه يجمع، بالاضافه على الوكاله عندها شباك متلقي، جميع الشركاء اللي يتعاملوا معنا نوفر لهم خبراء ونوفر لهم قاعده بيانات متنقله. واليوم اليوم اليوم, اليوم اللي قد ناكد هو على ان احنا اليوم واعي جدا اهميه التشغيل وضرورته، واعي جسامه المسؤوليه الملقاه على عواتقنا، واعي جسامه تحدي البطاله، غير مدركين على الاراده السياسيه والوعي والاهتمام العاطي السلطات العليا لهذه الشباب وللتشغيل، لانه دورنا نهض به وقادرين هم اللي نهض به، لان اللي ينقص اليوم هو الوسائل، واللي ينقص هو الإرادة السياسية، وهو الحمد لله أعتقد أنهم متاحين اليوم. اللي خاص هو جانب يتعلق بين احنا في الوكالة، لأن احنا معدلين من أجل ترقية التشغيل، التعاطي مع الجميع، التعاطي بشفافية، الانفتاح، الأبواب متاحة في الوكالة كلها، والشفافية موجودة، والمعايير معتمدة، وهذا طبعاً أنه عمل بشري لن يرضى به الجميع ولن يقبله الجميع، ولكن احنا مولي عندنا قدره على الاستماع للصوت الاخر والراي الاخر، ما قد جانا حامل الشهاده مثل ما صنتنا له، ولا فهم حد صعيب في مجتمعنا ان كلمه تستفيد تعتبر انها كامل خاسر، وللاسف الشديد كل ما عاد قد استفيد. ثانيا المقاربه الجديده عند استراتيجيه التشغيل الان والجهود المبذوله الان من القطاع واللي يشرف عليها مع وزير التشغيل واللي الحكومه قدمتها، احنا عندنا الان برنامج تعهدات وعندنا في مقاربه واضحه، وعندنا اخذنا ذيك 20 الف فرصه عمل سنويا نعتقد عنها عدد ما قطع عدلهم الثاني وكبير، والشباب اليوم جاءوا المتفائل لانه فات شاف اليوم في مسلي خدمات التعليم وفر ياسم الخدمات المباراه ياسم الخلق بافي ياسم الشباب، وهذه الفرص اللي عانى عن القطاع الخاص يعني بافي ياسم الفرص، بالاضافه لبرامج الوكاله التقليديه وبالاضافه للبرامج الواعده اللي احنا امنين برامج الوكاله التقليديه هذه ما ترى ضروره مراجعتها في ضوء الاستراتيجيه الجديده؟ اصل لا نراجعوها، انا ما قلت لك عن الان بصدري عاد هيكله الوكاله. طيب شنو ملامح؟ وعدنا بهذا البرنامج ان احنا عندنا برنامج تعاقدي لا يعود فيه محدده ادوار الوكاله ومسؤولياته، وعن هذا البرنامج التعاقدي لا يعود عنده تكلفه ماليه، وعن المسوده الاولى فتعدلت له، بالتالي اللي ينقص عن البرنامج التعاقدي يعود منفذ، والله رساله التكليف، وبالتالي انا واثق على ان القطاع والي عناية خاصة للشباب، وأن هذه العناية تجعلنا مسؤولين وتجعل مسؤولية علينا مضاعفة بأن نوفروا لآليات تضمن ولوش الشباب إلى فرص عمل لأنه حقه ويطمح له ومشرع له، والسلطات العليا تعمل من أجل إسعاده، وفخامة الرئيس بتعهد وبرنامجه الانتخابي اللي الآن بصدد حكومة تنفيذه الحكومة طيب لأنه له يوفر هذه الفرص. طيب ملامح الاستراتيجية الجديدة نعم تحدثوا عنها الليلة الشباب اللي ربما يتابعوا الحلقة، وهل لديكم طبعا القدرة أنتم في الوكالة على تنفيذ ذي الاستراتيجية اللي أعبر عنها في أكثر من مناسبة، من راكانكم عندكم القدرة على مواكبتها، سواء تعلق الأمر بـ 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 من ناحية المصادر البشرية، لأن المصادر البشرية هون السؤال الأكبر، من رأي الوكالة المصادر البشرية اللي تعتمد عليها يكانها قد ترفع هذا التحدي، والله كان زاد هي لابد من فم المراجعة على العنصر البشري اللي موجود فيها، هي قد تقوم بدورها كما تمت مراجعة جميع الآلية اللي كانت تشتغل بها. أولاً على مستوى الجانب المصادر البشرية سؤال جيد تماماً، وكالة تملك قرابة 2000 عامل 200 عامل، إذن لا مشكلة المصادر البشرية، ومن خيرة كفاءات الأطر الموريتانية اللي فيها مدراء مستشارين رؤساء مصالح فنيين خبراء مهندسين
فيها كل التخصصات وفيها خبراء الوكالة اللي عندهم تجربة كبيرة واللي حقيقة أنت زي فرصة لكن شيل بدورهم وبقدرتهم بتعاطيهم وصبرهم والتكوينات المتميزة اللي خضعوا لها لمستوى الوطن واللي خضعوا لها من مستوى شركائنا. بالتالي أعتقد أن العنصر البشري والعنصر المؤسسي من حيث البنى التحتية موجود. الوكالة عندها 9 وكالات وعندها طاقم بشري وعندها كفاءات عالية تحتاج إلى التطوير والتنمية والتحسين، وهذه طبيعة بشرية وإحنا بصددها، لأن فهم مهارات تحسن وفهم تكوينات تكوين مستمر موجود وفهم تطوير لهذه الكفاءات وفهم شراكات بين نحن وبعض الوكالات المغربية والأوروبية والإفريقية دائما نشهد فيها تكوينات وتدريبات. ولكن كذلك الاستراتيجية الجديدة للتشغيل هي استراتيجية متعددة الجوانب. هذه الاستراتيجية تأخذ أولا مقاربة ما كانت موجودة، هي إدماج بعد التشغيل في كل السياسات، في مجال الصحة، في مجال الصيد، في مجال الإدارة، في مجال التنمية البشرية، في مجال المعادن. إذن هذه المعادن القطاعات اللي أغلبها مشقة كالقطاع الزراعي والقطاع المعدني وأخيرا قطاع الغاز والبترول اللي فيه اكتشافات واعدة، تعرفوا وتدركوا أن فخامة الرئيس في اللقاء مع المشير عليها قال من المهم عنده تشغيل الشباب الموريتاني. إذن هذه المقاربة الجديدة اللي تعتمد، واللي أول اجتماع لهذه الحكومة الجديدة قال فيه أنه يعتمد للمقاربة، إحنا نراه أن هذه الاستراتيجية متعددة الجوانب، في جانب يتعلق بالصيد، يتعلق بالقطاع الخاص، يتعلق بالزراعة، يتعلق بالتنمية البشرية، يتعلق بالخدمة القطاع الخدمي، يتعلق بالخدمات الحديثة، وبالتالي نراه أن الشباب سيجد سؤال فرصة، سيجد فرصة تطبيق التوفيق. طيب آلي تطبيق هذه الاستراتيجية على عاتق من تقع الوكالة، هنالك رسم السياسات والاستراتيجيات والتصور عند الوزارة، أيوة، وعند الإدارة العامة للتشغيل، وهنالك عدة قطاعات مسؤولة عنها، بعدين يقع التنفيذ على الجهاز التنفيذي اللي هو الوكالة. الوكالة جهاز تنفيذي، ولكن تنفيذي لماذا؟ تنفيذي لماذا تم إعداده ورسمه وتصوره من قبل القطاع المشرف، وهي قادرة طبعاً على التنفيذ، قادرة على التنفيذ لأنها تملك الطاقم البشري وتملك التجربة الكافية وتملك الإرادة والعزم عند أصحابها. ثانيا هذا عملنا، هذا واجبنا، هذا يمليه الضمير ولهم يجملنا ولا نقره، وخدمة يومية عندنا. احنا الوكالة وجدت من أجل خدمة الشباب، الوكالة وجدت من أجل ترقية التشغيل، الوكالة وجدت من أجل الإجابة على إشكاليات البطالة، الوكالة وجدت من أجل محاربة ظاهرة موجودة متجددة زمانا ومتجددة مكانا. ولكن الشباب عنده 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 طبعا تجربة تعود معي حتى قبال شهيدة معي الوكالة اللي وارلي عنكم يقول بعض كل موظف الآن كان عاطي على العمل، وكل عاطي على العمل الآن سيكون موظفا بإذن الله تعالى غدا. في هذه المرحلة طبعا الموظف لا يتذكر ماضيه في البطالة وينسى أنه كان عاطي، والعاطي ليس متأكد من مستقبل واعد بأنه سيعمل. هذه مقاربة من الصعب. شوف إحنا ما يمكن نقول لك عن الوكالة اليوم أنها رائعة وجيدة ومتميزة وتجيب، لا هذا كلام فضفاض وغير صحيح وغير حقيقي. لكن الوكالة رقم الإمكانيات المتاحة لها ورقم القدرات اللي تملك تعمل بكل جهد وبكل صدق وبكل أمانة، لأنها مسؤولة عن هذا اللي نقاله محاربة البطالة والتشغيل بصفة عامة. يقين نختين ذكر ما لأن احنا جمهورنا ما ولا الشباب وحده، عندنا برامج مستهدفة النساء، وعندنا برامج مستهدفة المتقاعدين النشيطين، وعندنا برامج مستهدفة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونختير نقول عن هاي البرامج كاملة. يعيقها ما يعيق العمل البشري، النواقص مرة يعود عندنا نواقص مالية حاد، مرة تعود عندنا نواقص واضحة ميزانيتنا ولا هي ملبية حاجياتنا، يقير مرة مالي يخلق فيهم الطفرة. وبالتالي أعتقد على أن المرحلة القادمة بعد هي مرحلة طفرة الوكالة. فعلا عندنا تجاوزنا عقبات كيف اللي قالوا تشتت الجهود، وكيف اللي واضح أن كان قيام استراتيجية ما كانت مؤشر إيجابي للوكالة يقد من خلالها تعود عندها نظرة واضحة، ولا كانت مولي مؤشر إيجابي لشركائنا في التنمية اللي يبحثوا عن استراتيجية واضحة المعالم. اليوم وجود استراتيجية للتشغيل متكاملة فيها بعد التشغيل الذاتي والتشغيل بأجر، وفيها بعد تنمية الكفاءات، وفيها دراسة السوق، وفيها مرصد، وفيها معطيات متكاملة، وتعداد اليوم نظام معلوماتي تم توقيع اتفاقية عليه، وجود اليوم أغطاء في الوكالة، وجود اليوم برنامج تعاقدي في الوكالة بالإضافة للاستراتيجية ترعاها الوزارة. أعتقد أن هذه الجهود مجتمعة ستكون لبنة أساسية في محاربة داء العصر اليوم اللي هو البطالة، اللي تؤدي إلى التطرف وإلى الهاب وإلى فقدان الأمل وإلى كل المشاكل. ولكن ما يمكن أؤكده هو أنه يجب على الوكالة وعلى الوزارة أن تعمل
من اجل رفع هذا التحدي، لكن هنالك مسؤوليه كبيره وجسيمه على الشباب ذاته أن يغير عقلياته في تعاطيه مع البرامج، في تعاطيه مع عقليات السوق، في تعاطيه مع تطوير الذات، في تعاطيه مع تنمية المهارات، في تعاطيه مع التكوين المستمر، لأن اليوم في عصر العولمة وفي عصر التطور في عصر التكنولوجيا وفي عصر العالم المفتوح نعم. أصبح معرفة النقاط ومعرفة ضرورية في ضوء كل ما ذكرتم. نعم، هل الشباب يعني من الجائز له أن يتطلع بأن وكالة جديدة سيتم بعدها من جديد أو قد بدأ بالفعل بعد هذه الوكالة من جديد؟ نعم، ذلك هو نتمنى، وهو فعلا ما حصل. أعتقد بأن الوكالة أنا بصدد إعادة هيكلة، والوكالة أنا لديها آفاق واعدة، والوكالة أنا الوزارة بصدد تطويرها وتنميتها وتحسينها، ولدينا عدة اجتماعات في هذا المجال، وهناك رسائل واضحة من قبل وزير التشغيل والشباب والرياضة القطاع الوصي على ضرورة توفير خدمة للشباب الموريتاني، وعلى ضرورة توفير خدمات تعود الوكالة تتناسب متطلبات السوق ومتطلبات وآمال الشباب. وإحنا كقطاع تنفيذي السياسات التشغيل يجب أن نعود قادرين على مواكبة برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية والحكومة مع الوزير الأول. وأعتقد بأن هذا البرنامج أصف الشباب عندما قال فيه رئيس الجمهورية بأنه سيوفر 100,000 فرصة عمل، وعلى أن الخيار كله موجه للشباب، وأكد في أكثر من برامج الانتخابية وفي عدة خرجات إعلامية أهمية خلق فرص للشباب والتشغيل، وهذا ما تدركه الوكالة جيدا، وما تأخذه بمحمل الجدي، وما تعمل من أجل تنفيذه واقعا معاشا حتى ينعم الشباب. نحن ندرك بأن مسؤوليتنا أن نوفر لكل شاب وشابة موريتانية عملا مريحا متميزا يرتاح فيه الشاب الموريتاني. هذه مسؤوليتنا المرقاة على عاتقنا. طيب، ويجب أن نقوم بها على أحسن وجه. طيب، شكرا لكم، تداركنا الوقت. هذه الحلقة التي خصصناها إذن لوكالة ترقية تشغيل الشباب، شكرا لكم السيد المدير على سعتي الصدر. شكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي وتحيات المخرج أحمد سالم البوبوط. السلام عليكم. شكرا جزيلا.